فبسم الله الرحمن الرحيم كنظن هاد النتائج كلها مجهود ديال مجهود جبار ديال المدينه باكملها. كاين السيد العامل صراحه الرياضي من الدرجه الف، كاين المكتب المسير، لا الحاج قسوم، لا السي البودالي، لا السي استاذ ظريف، لا السي المحمدي كرئيس صراحه، سعد العالمي، السي حسن زيريت، اللي كذلك السي هشام يتمنى، الاخوان اللي كلهم تيعاونوا الناس صراحه، الناس الاغنياء ديال المحمديه اللي كلهم كيعاونوا شباب المحمديه، كلهم باغيين شباب المحمديه تطلع. فتنتمنى ان شاء الله هاد المجهودات كلهم كيديروا هاد الناس ان شاء الله تكون واحد الفرحه في الاخر ديال الموسم وتصعد الفريق الشباب المحمديه للقسم الوطني ان شاء الله. سؤال موجه حتى مدير تقني لفريق الشباب المحمديه، انا فلهذا نسولك، وانك عندك تجربه في الميور العراقي، كنا كنعرفوه في الشباب المحمديه، وانك ما بين الحراس اللي معترف فيه على مستوى وطني ودولي العراقي الان، اشنو خاص بصراحه انت كمدير تقني، كيفاش كتلاحظ الان فريق شباب محمديه اللي يمكن لنا نطلعوا الان من قسم هواه، حنا كنطمحوا نطلعوا للبريمير ديفيزيون، يعني دوزيام ديفيزيون وبريمير ديفيزيون، لان فريق، لان المشاكل اللي وقعت في الاوتيل فندق هنا في لاسامير، وقع مشاكل اكراهات صدامات بين الناطق، شنو الراي ديالك تقريبا؟ يعني اول حاجه باش نصلح، انا مساعد مدرب، انا مساعد مدرب شباب محمديه، انا ولد الفرقه، انا ولد الفرقه، ولد الفرقه ما كيتشرش على الفرقه ديالو. ثاني حاجه اللي وقع في اوتيل سمير عادي، اي حاجه ممكن اخوان يتخاصموا يتصالحوا، الاب وابنه ديالو يتخاصموا، اللي خاص شباب محمديه وان سعد اللي خاص شباب محمديه هو الدعم المادي والدعم المعنوي ديال الشباب ديال المدينه ديال الساكنه كلها، خاص الدعم المادي والمعنوي. عندنا فريق الحمد لله بسيطه، عندنا ناس اللي كيخدموا، عندنا ما كنقولش بسيطه يعني ما كايناش، ولكن فريق في المستوى اللي باغي يخدم. حنا الان بادين من الصفر، كنتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا الله سبحانه وتعالى باش تكون كنهضر الزبل. خاص قلت الدعم المادي والمعنوي، كنظن مدينه كشباب كمحمديه راه حشومه تكون في الهوات، لا صراحه حتى الاتحاد المحمدي ولا الشباب المحمدي راه حشومه يكونوا في الهوات، الاتحاد المحمدي خاصها تكون في القسم الوطني الاول، والشباب المحمديه لان كذلك في القسم الوطني الاول، لان المحمديه الساكنه راه كنا هذا الملعب بشير كيدخل عمرو الفرقه، راه دخلنا الملعب بشير راه بنادم كترعد، راه كتبدا يترعدوا بنادم باش كيجي يلعبوا معنا في الملعب بشير، راه كانوا يحسبوا ويقعدوا لنا ألف حساب، للاسف وقع ما وقع. لله الامر من قبل ومن بعد، كنتمنى من ربي سبحانه يوفقنا ونرجعوا هذه المدينه للمسار ديال اللي القسم الوطني الاول ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه كاين كل واحد الهجوم تقدر تشوف على الهجوم، واش كاين انا 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 مساعد مدرب، يعني كان عندي اهتمامات محدده، ما يمكنش نقول نهضر في شي حاجه. كنشوفوا كل شيء نادي باسم العراقي العراقي العراقي، شنو السر؟ راه 20 عام وانا كنلعب شباب محمد دولي، واحد العلاقه وطيده مع اللعابه، يعني انا مقرب لهم بحال الاخ ديالهم اب ديالهم، يعني كنديرهم بحال اخواني ابناء ديالي، يعني حتى اللي عنده شي مشكل ما كيقدرش يقول للمكتب او كيتجه لعبد ربي، انا بامانه كنوصل سوى الرئيس سوى المكتب وكنحلوا الحمد لله ماشي سواء اجتماعيه او رياضي اي حاجه مشكل كنحاولوا نحدوا ونحيدوا. الكلمه الاخيره لوسائل الاعلام الصحفيه والمحليه بمدينه المحمديه اللي كتواب فريق شباب محمديه. انا ساتكلم، انا الحمد لله عايتو في نفسي الصراحه، عاونونا بارك من الكريتيك، انتم الصحفيين ديال المحمديه بارك من الكريتيك، عاونونا انتم، عاونونا انتم، ساندونا ماشي ماديا معنويا، ما نقولكش باغين او ولا لا، شتو العراقي كيما كيدير حاجه خايبه قولوها، ما تخبوش الحجاب، ولكن عاونونا بارك من الكريتيك، وهذا ولا ما هذا ولا هذا. شوف مكتب مسير سابق او جديد ولا قديم من ديال 1964 كنا كنحبوا شباب محمد، كنا باغي الخير المحمديه، حنا ما غير نعداو مع حتى واحد، علاش غنبداو نجبدوا صداع؟ اسامه الناصر ولا زياتي اخونا كنتلاقوا معاه كنتصاحبوا مع اصدقاء ديالنا، علاش غنبداو نحل الكريتيك؟ علاش كان دار فلان ودار في تلان؟ كرئيس محمد المحمدي، سيد محمدي الرجل المحترم، كما كان ولد فاء، كما كان سي ابو علي، كما كان منجور، كما كان اي رئيس، كنا هذا كما كان الحزياتي، كنا شباب ولاد الشباب، وكنا نتخاصموا ونتصالحوا، وكل الهدف ديالنا هو يطلعوا شباب. واش الصحافه المحليه يدها من دود السي العراقي؟ الله يحفظك السي العراقي على المجهود ديالك. واش اخبارك السي العراقي ان المحمديه بريس نقلت اليوم الماتش ديال نادي شباب المحمديه مباشره 90 دقيقه؟ شوف الله يرحم لكم الوالدين،
قربوا 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 الشباب المحمدي للجمهور، الجمهور المحمدي باغي يشوف شباب محمدي، باغي يدخل البورطاب ديالو ويشوف الشباب ويفرح ويجي للتيران. نتمنى ميرسي. شكرا 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 سي العراقي. اذا كان معنا مساعد مدرب فريق شباب المحمديه سي العراقي في ارتسامات ديالو وفي طموحات ديالو الفريق. اذا شكرا سي العراقي، شكرا لمحمديه بريس، شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد، شكرا لجمهور شباب المحمديه. لفريق شباب المحمديه نتمنى المزيد ان شاء الله باش يطلع القسم الوطني الثاني والاول. فهنيئا للاعلاميين. شكرا.